يسعدنا ويشرفنا وجودنا في ضيافة نيافة الحبر الجليل الأنبا أرساني أسقف هولندا. سيدنا احنا بنشكر نيافتك في الأول على إن نيافتك دايما بتدينا وقت ودايما بتعتني بينا كبار وشباب وكل حاجة. ولادك النهاردة من كنيسة العذراء والقديسة فرينا جايين وحابين يسألوا نيافتك شوية أسئلة ويتعرفوا أكتر بنيافة الأنبا أرساني. أهلا وسهلا يا نشوى، احنا سعداء إن احنا نبقى معاكم دايما، واهلا وسهلا بشباب كنيسه فيرينا وبكاهنهم النشيط ابونا شنوده. اهلا وسهلا ابونا، مشرفنا ومنورنا وفرصه طيبه ان احنا نقعد معاكم، يعني اهلا وسهلا. ربنا يخليك يا سيدنا، نيافتك تملي بتغمرنا بمحبتك وكرمك الزياده. تحت امرك. اول حاجه سيدنا، احنا عارفين طبعا تاريخ ميلاد نيافه الانبا ارساني هو 10 اكتوبر 1951، ومكان ميلاد نيافه الانبا ارساني هو السويس، واسم نيافه الانبا ارساني لما كان علماني كان اسمه جورج خليل زاهي موسى. سيدنا ولادك حابين يسالوا اسئله، وحابين نبدا باول سؤال بشوي. كنا حابين نيافتك تحكي لنا شوية عن طفولتك. أيام الطفولة دايما بتبقى أجمل أيام وأسعد أيام وأحلى أيام، ويعني أذكر أن في الفترة دي كانت الأسرة تعيش في مدينة السويس، وكنا ساكنين في منطقة هادية، كنا بنتمتع بجمال الطبيعة الهادية الجميلة الراقية، وكنا في صحبة طيبة مع الجيران والأحباء، ووقتها يعني في مصر ما كنتش تعرف مين مسلم ومين مسيحي، كنا حاجة واحدة، سواء أهالينا علاقتهم طيبة ببعض ويودوا بعض ويحبوا بعض، أو إحنا كأطفال يعني كنا نلعب مع بعض طول النهار والليل، وما فيش نفرق بس إلا يوم الجمعة الصبح نروح الكنيسة ونرجع نلاقي إخواتنا راحوا يصلوا الجمعة في الجامع، نستناهم لما يرجعوا ونبتدي بقى برامج اللعب والتسلية طول الوقت يعني مع بعضينا. فأيام الطفولة أيام جميلة، أيام لا تنسى، يعني في يعني بساطتها وفي هدوءها وفي جمالها. هو قدوة جورج وهو صغير؟ أنا كنت أتعلم كتير قوي من والدي الله يرحمه ومن أخويا الكبير، و كنت دايما اقتدي بيهم وبايمانهم ومحبتهم لربنا وغيرتهم على الكنيسه وعلى الايمان. طب هل كان جورج هادي ولا شقي؟ انا كنت بطبيعتي تلقائي وبسيط واجتماعي قوي، ما اقدرش اقول ان انا كنت شقي، لا انا كنت هادي، طبعي كان هادي من صغري يعني. اتفضلي يا مونيك. ايه هي الدراسه اللي نيافتك درستها؟ أنا طبعا تدرجت في الدراسات الابتدائي والإعدادي والثانوي لحد ما دخلت كلية الطب، وتخرجت من كلية طب القصر العيني في جامعة القاهرة في نوفمبر سنة 75، حصلت على بكالوريوس الطب والجراحة. شكرا سيدة إليسا. لو عرضوا نيافتك دراسة جديدة هتختار نيافتك إيه؟ كنت أتمنى إن أنا أدرس الطب النفسي السايكاتري، أذاكر الطب النفسي لأن ده بيساعدنا كتير في الخدمة، يعني بنحتاجه في عملنا الرعوي وفي الخدمة. إيرونا، ماذا تلقنت وما هو أثر بابا ماما على حياتك الروحية؟ متشكر خالص، السؤال ده جميل. الحقيقة أنا يعني مديون لأسرتي ولوالدي ووالدتي بالذات، إن اتعلمت منهم حاجات جميلة، خاصة والدي تعلمت منه الصلاة، تعلمت منه قراية الكتاب المقدس وانتظامه أسبوعيا أنه يروح القداس ويصلي، وحبه للعطاء وللخدمة. والدتي كانت عبارة عن نبع من الحب والحنان والعطف والحكمة، وكانت يعني مجملة بالفضائل الجميلة وسط الناس كلها، يعني تعلمت منهم حاجات كثيرة. شكرا سيدنا. مارينا، هنقول لك بعض الأسامي يا سيدنا ونعرف تأثيرهم إيه على نيافتك. طماف إيريني وأبو سفين. يا طماف إيريني دي بركة الجيل اللي احنا عايشين فيه، وشخصية جميلة
علاقتها بأبو سفيان بركة، وأبو سفيان ده شفعنا، عايشين في حماية يعني. والأنبا كيرلس أسقف ميلانو؟ آه، نيافة الأنبا كيرلس مطران ميلانو اللي هو النائب الباباوي لأوروبا، ده يعني بالنسبة لي ده أخ وصديق وحبيب وعشرة عمر، وكان رائد من رواد الخدمة في المهجر في أوروبا. والبابا شنو ده؟ البابا شنو ده صاحب شخصية كاريزمية، شخصية يعني يندر أن التاريخ يجود بمثلها في الحياة يعني. والبابا توادروس؟ قداس البابا توادروس ربنا يطول عمره أعاد للكنيسة القبطية رونقها وجمالها ونظامها وترتيبها، وخد مبادرات جميلة في سبيل النمو والارتقاء والسمو بالكنيسة القبطية، ربنا يخليه يطول عمره. سيدنا، احنا هندخل دلوقتي في الكلام عن الدير. طبعا مش هنقدر ننسى تاريخ دخول نيافتك الدير، هو 13 يوليو 78. ايه هو سر دخول نيافتك الدير؟ يا حبي للتسبحة، التسبيح، وحبي للهدوء والخلوة، وحبي للمزامير وللصلاة. ايه هو صورك يا سيدنا في اول يوم في الدير؟ كنت زي اللي في حلم جميل يعني، كنت زي عايش مش على الارض يعني، طاير من الفرحة ان انا يعني ربنا اداني ان انا حققت الأمنية اللي كانت بتمناها يعني. إليسا، إيه هو تاريخ رسامة نيافتك كيس؟ أنا اترسمت قسيس يعني في الدير كان في 30 مايو 79. أو كنت القمصية كانت في 2 يوليو 80. أو أسقف؟ يا الأسقفية دي بقى كانت قريب، كانت 16 يونيو سنة 13. وإيه كان شعور نيافتك في كل مرة؟ كان شعوري إن أنا ما استحقش يعني، كنت دايما عندي شعور إن أنا ما استاهلش البركة اللي هاخدها ديت. عفوا يا سيدنا، ده نيافتك كبرت لنا الإبراشية ربنا يخليك، وشباب زي الورد هم جمال منورين الإبراشية وتسابونا. تعب أبونا في شوش. مريم، هل بقى حاجة في شخصية الدكتور شورش في الأنبا إرساني؟ حاجة بسيطة قوي. أنا فاكر وأنا يعني شماس قبل ما تراهبن يعني، كانت شخصيتي حازمة جدا، وكنت صارم قوي قوي قوي، وطبعا دي أنا ورثتها عن والدي. والدي كان راجل صعيدي جديد كده، فاخدت منه الشدية بتاعته دي. لكن بعد بقى الكهنوت، وبعد ما ترسمت أسقف الخدمة وترسمت أسقف وكده، بقيت يعني شعرت ان انا اختلفت، اتغيرت يعني، بقيت يعني اعطف على الضعيف وعلى اللي مش قادر وعلى المخطئ وعلى اللي بيدور على المعونة وكده، بقيت ارق يعني واعطف على، خاصة في الاعتراف يعني، ببقى بتقطع من جوه وانا بسمع الاعتراف وبصلي من اجل المعترف ان ربنا يديني ويدي توبة. فجورج خليل بقى راح خلاص، ما عادش موجود. ايه بيمثل نيافتك التاريخ سنة 1985؟ هو في سنتين في حياتي تركوا أثر قوي لا يمحى يعني. السنة الأولانية اللي هي 1978 اللي أنا ترهبنت فيها، سبت العالم ورحت الدير. السنة الثانية اللي هي سنة 1985 لما سبت مصر وجيت عشت في هولندا، فطبعا تركت في حياتي أثر كبير، لأني يعني أنا ما برجع لورا كده بحس إن يعني أنا حياتي في مصر كانت حاجة وهنا حاجة تانية خالص يعني، حاجة مختلفة. ف
فلا شك انها اثرت فيها جامد يعني سنه 85. وعشان كده كنا حابين يافتك تحكي لنا عن الصعوبات في البدايه. احنا كنا عارفين انه ما كانش في اماكن للصلاه او المواصلات كانت صعبه زمان برضو، فلو تقدر يافتك تحكي لنا عن زمان. قوي. هو الحقيقه يعني انا اذكر كويس جدا ان انا لما جيت اخدم في هولندا سنه 85، بصراحه يعني انا جيت ما لقيتش حاجه خالص. كانوا اللي مستنيني في المطار 3 افراد، واخد بالك، وانا في السكه من المطار يعني داخلين امستردام، صرحوني قالوا لي بصراحه احنا يعني كنا مكسوفين من مجيك، يعني لان انت قبل ما تيجي باسبوعين كنا متفقين مع احدى الكنايس هتدينا مكان عشان انت تعيش فيه، وهيأجروا لنا الكنيسه بتاعتهم نصلي فيها قبل ما تيجي، لغوا الاتفاقيه ديت، فلا احنا عارفين انت هتنام فين ولا عارفين هتصلي فين. فكانت مقابله يعني يعني كان ممكن اقول له طب لف بينا نرجع الطياره لسه ما وابتدت الرحله بقى من هنا. يعني كنت ببيت عند في اوتيل بتاع واحد من شعبنا كان بيستضيفني عنده في الاوتيل بتاعه، وقعدت فيه 4 اشهر في المكان ده، وابتدينا ندور على مكان نصلي فيه، مش لاقيين مكان في امستردام. كان بيستضيفنا واحد في القريه اللي عايش فيها، كنا نسافر 100 كيلو عشان نروح قريه القسيس هناك طيب يدينا الكنيسه بتاعته نصلي فيها، كنيسه كاثوليك يعني. لحد ما بعد شهر لقينا مكان في امستردام نصلي فيه. فبرضه سالتهم طب انتوا يعني عندكم ايه يعني؟ ايه ماذا تملكون يعني؟ ايه امكانياتكم يعني؟ فجابوا لي شنطتين سفر. 2 كوفرتشيس يعني. واحده فيها شويه تون بتاعت شمامسه وبدرشيلات وشويه لفايف وطقم عده وكرسي كاس اللي هو بيتطبق دوت وكده. طبعا يعني الله الغني عن حالتهم ايه يعني، مهربلين وحالتهم صعبه جدا. الشنطه الثانيه فتحتها لقيت فيها شويه كتب، شويه اجابي على خلجيات على ترانيم على شويه، وبعدين الشمع مبهدلهم والجلده مقطعه ومرميه، شحلتهم صعبه. بس كده قالوا هي دي امكانياتنا. طبعا الحاجات دي انا شايلها لغايه دلوقتي عامل بيها ميوزيوم يعني. احنا لازم نشوفها مره يا سيدنا. نعرضها عليكم ان شاء الله. وبعدين طبعا انا كنت جايب معايا في شنطتي بقى كل الامكانيات دي، كنت جايبها مجهزها يعني. وبعدين طب انتوا مدخراتكم ايه؟ قالوا لي احنا معانا 25,000 جلدر، ايام الجلدر يعني، بس دول بقى مقفولين ما حدش يقدر يفكهم يعني. اوكي خلاص خليهم مقفولين. وابتدينا المشوار من لا شيء يعني، يعني ما كانش عندنا اي حاجه، واخد بالك، الا طبعا كان عندنا ايمان يعني. انا من ناحيتي كان عندي نور كده في قلبي بيشع، ايمان قوي بعمل ربنا. الناس بقى اللي حواليا كان عندهم برضو امل ورجاء كبير فيا ان احنا هنبتدي نخدم، هنبتدي نجمع الناس، نبتدي بالنسبه للتنقل والحركه بتاع كان بيساعدوني الناس يعني. كان في كتير قوي اللي ساعدوني، اذكر منهم الاستاذ نبيل يوسف صاحب الاجانس. كان يجي كل يوم الصبح ياخدني ونلف نزور، زورنا هولندا بلد بلد وقرية قرية وشارع شارع، لفينا فيها كلها. وكنا نفتقد الناس. وبعدين ادوني كشف الأسماء في 30 اسم. بعد شهر من الافتقادات ديت الكشف ده وصل ل300 اسم. بس. وبعدين قالوا لي على فكرة احنا كنا زمان شفنا كنيسة كده بتتباع بس ما رضيناش نكمل. ليه يا عم؟ قال عشان ما كانش في كاهن للكنيسة يعني. قلت لهم طب تعالوا نشوفها. فجينا شفنا كنيسة العذراء بتاعتنا دي. فقعدت ألف حوالين الكنيسة، ألف 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 ألف، طبعا كنت عمال أقول شوية مزامير وكده. وبعدين خبطنا على الباب.
فتح لنا واحد انجليزي مستر ديفيد، ده راجل انجليزي كده، عمل الكنيسه اشتراها من صحابها وعملها مشروع فني، عملها حاجات بقى ايه، اشي ديسكو، اشي مش عارف مدرسه ايه، واشي يعني بار بالليل بيسهروا، يعني حاجات. فقلنا له احنا بندور على مكان يعني نصلي فيه، تقدر تدينا مكان يعني؟ قال اه تعالوا اتفرجوا. دخلنا الكنيسه، طبعا كانت مهمله وكانت مدشدشه وكانت حالتها سيئه جدا يعني. فقلنا له اه ماشي ادينا، احنا عايزين ساعتين بس يوم الاحد. اوكي اتفقنا. وبعدين ايه، مشينا ورجعنا له تاني بعد ربع ساعه، قلنا له احنا على فكره بنفكر نشتري مكان، ما تعرفش مكان هنا بيتباع؟ قال اه انا بفكر ابيع المكان ده. قلنا له طيب بص تليفوننا اهو، لما تنوي تبيع بقول لنا يعني، انا طالع اجازه وراجع بعد 15 يوم ابقى اتصل بيك. قلنا له اوكي اتفضل. بعد 15 يوم اتصل بينا، جينا قال انا خلاص رسيت ان انا عايز ابيع، وانتوا بقى اتكلموا مع المحامي بتاعي عشان ابيع لكم المكان. وابتدت القصه كده يعني، يعني ربنا بارك يعني، هي بركه ربنا اكتر من اي حاجه تاني. وبركه نيافتك يا سيدنا، وبركه تعب نيافتك. بركه العدرا والنور، ربنا يخليك يا نشوى. هل كانت اللغه الهولنديه مشكله في بدايه الخدمه يا سيدنا؟ طبعا كانت جديده بالنسبه لي انا، بس طبعا عشان كنت بتكلم انجليزي كويس فابتديت اتكلم بالانجليش، وده كان برضو سهل يعني، ومنه اتعلمت الهولندي. وبعد كده خدت دروس كتيره بقى يعني، ذاكرت كتير واتدربت جامد يعني، بس مش قادر انسى اول درس خدته من طفل صغير كده قاعد يعلمني 1 2 3 ويعلمني اي بي سي. سيدنا الاسقف المتواضع اللي دايما دايما بيتعلم من الاطفال. بركه. لاحظ برضو نيافتك الاهتمام كتير بالرسومات الشمس الجداد وطريقتهم لرطب مختلفه، تقدر تقول لنا ايه؟ طبعا احنا بنهتم بالشمامسه وهم لسه اطفال صغيرين، بنرسمهم في درجه الابسالتوس اللي هو المرنم، بيبقى عندهم 5 سنين 6 سنين عشان يلبس التونيا كده ويقف يتعود يعني على انه يجي يصلي يعني ويلبس شماس. لما بيكبر بيبقى عنده مثلا 11 12 سنه وبيبقى حفظ حاجات كويسه، بن ايه بنرسمه في درجه القارئ الاغنسطس. بعد كده لما بيكبر بقى وبيكون مثلا دخل اعداد خدام وكده، هو عنده 18 سنه مثلا اكبر، بنرسمه في درجه الابدياكون. فبنديله يعني انت لاحظ في تدرج، فكل ما يكبر شويه كل ما نديله زقه فينمو في النعمه وينمو في معرفه ربنا وفي حب الكنيسه، ونربطهم بالخدمه زائد خدمه الشموسيه. فلازم نتدرج يعني في الرسمه. والوجود الدير في هولندا أثر في الخدمة في الأبروشية؟ طبعاً الدير القبطي في هولندا غير خريطة الخدمة في هولندا. الشباب حبوا الدير جداً، والخلوات أثمرت ثمرة جميلة، والأباء اللي كانوا بياخدوا الشباب ويعملوا بيهم خلوة جميلة في الدير، وبيحفظوا التسبيحة، بنات حفظوا التسبيحة وبيرنددوها، حاجة جميلة. حاجة تشرف سيدنا. الدير بركة. حاجة تشرف، حاجة جميلة يا سيدنا. أوي أوي إن أوي مش أوي بس طبعاً. الولاد والبنات كمان تحفظ التسبيح. استفادوا جامد طبعا لا شك. أخينا يا سيدنا على الوسام الملكي. التقدير اللي ادته لنا الدولة الهولندية اللي هو الوسام اللي أنا خدته ده كان عبارة عن تقدير للكنيسة القبطية كلها، يعني الخدمة اللي تمت في الكنيسة القبطية. وطبعا ما نقدرش نقول ان الخدمه دي قام بها واحد، دي الناس كلها خدمت والناس كلها ساهمت وشاركت وساعدت يعني في الخدمه. فانا بعتبره ان ده تقدير ليس لشخصي ولكن للعمل نفسه اللي تم. والوسام ده انا بحطه على صدر كل واحد فيكم، وكل واحد خدم وتعب في الكنيسه. وبنشكر ربنا ان
يعني احنا يعني ان انا يعني قدمت حياتي كلها للخدمه سواء في مصر او هنا، وربنا بارك في الخدمه وجابت ثمره جميله، نشكر الله ربنا يبارك. بس ده ما يمنعش يا سيدنا ان تعب نيافتك هو اللي اسمر عن الوسام ده، مش تعب الشعب بس، يعني تعب نيافتك وخدمتك وانك جيت هنا ما لقيتش اي حاجه زي ما نيافتك لسه كنت بتحكي، يعني نيافتك تعبت كتير فعلا يا سيدنا. هي سابقه جميله ان الدوله بتقدر الكنيسه القبطيه، دي حاجه جميله طبعا. يعني بحد ذاتها طبعا نشكر ربنا يا سيدنا. الكل بيتكلم على النمو في الرعاية والخدمة. نشكر الله فعلا، يعني في الثلاث سنين الأخرانية دي احنا عملنا كنيستين كبار، كنيسة القديسة فيرينا وكنيسة البابا كرولوس في لايشندام، والكنيستين دول خصصناهم لخدمة الشباب الجيل الثاني بالذات، يعني في تركيز على، لذلك معظم الخدمات هناك بتبقى باللغة الهولندية، ومعظم الخدمات مسكنها الشباب سواء خدمة الشموسية أو مدارس الأحد أو حتى خدمة الإدارة بتاعت الكنيسة كلها مسكنها الشباب يشتركوا فيها. في نمو نشكر الله. يعني مثلا أديك مثال آخر، يعني إحنا زمان هنا في الكنيسة العذراء كان عندنا القداس بتاع يوم الأحد بس، فكان زحمة، فاقترحنا ان احنا نعمل قداس تاني يوم السبت. فالناس قالوا لا، طب ومدارس الاحد والدروس العربي؟ اوكي نعمل تاني مدارس احد يوم السبت ودروس عربي، نعمل كل حاجة يوم السبت. الناس اعترضت وناس حربت الفكرة وناس قالت مش هنيجي، المهم عملنا قداس يوم السبت ونجحت الفكرة. لسه الاسبوع اللي فات من اسبوعين كده أمينة الخدمة بتاعت يوم السبت عملت لنا تقرير، قالت لنا عندها 230 طفل باسم الصليب، عندها 40 خادم وخادمة باسم الصليب على 12 فصل. تعيش وتعمر يا سيدنا، ربنا يخليك. والأطفال دول كبروا، فاقترحت علينا قالت طب احنا يعني لما الأطفال بتوعنا كبروا في يوم الحد عملنا لهم قداس بالهولندي في كنيسة أبو سيفين، فليه ما نعملش قداس تاني يوم السبت بالهولندي في كنيسة أبو سيفين؟ حاضر، دي فكرة جميلة جدا. الآباء الكهنة الحقيقة بيتعبوا معانا جامد يعني. فبقى يوم السبت عندنا قداسين مش قداس واحد، قداس العادي بتاع كنيسة العذراء وقداس تاني للجيل للمدارس الأحد والشباب في كنيسة أبو سيفين. فتلاحظي إن في يعني في نمو في ازدياد وفي في الخدمة وفي الرعاية وفي الاهتمام بالناس يعني. إيه سيدنا اللي يفتك لسه محققتوش؟ لا هو اللي ما حققناهوش كتير يعني، احنا لسه انا ما بعتبرش ان احنا حققنا حاجه، احنا لسه عندنا حاجات كتيره في امنياتنا نفسنا نحققها، وحاجات كتيره يعني بنصلي ان ربنا يدينا قوه ومعونه ونقدر من اجل ان الخدمه تبقى قريبه لكل واحد، وتبقى يعني يبقى كل انسان بتوصله كلمه ربنا قويه وحيه وتشده للكنيسة. هل نيافتك قمت بعمل ما ونيافتك ندمت عليه وكان ممكن يبقى أفضل لو كان مثلا كان في وقت أكتر للتفكير؟ هو كل الأعمال اللي عملناها الحقيقة من كل فترة والتانية بنراجع نفسنا فيها، يعني مع كل وقت بأجيب الخدام المسؤولين وأقول لهم تعالوا اكتبوا لي تقارير ونقعد ندرس التقارير، طب نطور نفسنا إزاي، طب نحسن خدمتنا، نعمل إيه أحسن، ونراجع نفسنا. يعني ما فيش شهر والتاني ونقعد ونفكر نفكر في أساليب جديدة وفي يعني طرق جديدة نقدر نخدم بيها الناس أكتر ونطور أعمالنا، يعني ما بنقفش جامدين عند حاجة معينة. شكرا سيدنا. هل تشعر بوجود القديسين في قريات نيافتك؟ قوي طبعا، قراراتنا كلها قبل ما بنعملها يعني بنصلي ونتشفع، وعندنا لو تلاحظوا كل مشروع عملناه كان له قديس، كان له شفيع تشفع بيه، نطلب شفاعته ونقول له المشروع ده باسمك، فتبص تلاقي القديس يتشفع فينا والمشروع ينجح ببركة القديس ده. وده معروف عن نيافتك يا سيدنا، ان نيافتك بتحب تحط لكل كنيسة قديس قبل. لازم تعيش وتعمر سيدنا.
نلاحظ اهتمام نيافتك بخدمة الشباب؟ طبعا احنا بنهتم جدا بخدمة الشباب. يعني اكاد اقولك ان مثلا 40-50% من وقتنا رايح في ان احنا نقدم خدمات للشباب. يعني اقولك مثلا اولا احنا عندنا مجلس يعني كوميشي كبير بيخدم الشباب في كل الأوروشية، والكوميشي ده بيمسكوه الشباب نفسهم مش احنا، يعني هم الشباب اللي بيديروا العمل دوت. طبعا عندنا اجتماعات شباب في كل كنيسة، ويمكن في بعض الكنائس في اكتر من اجتماع مثلا. دي حاجة. الحاجة التانية مؤتمرات الشباب. دايما عندنا مؤتمرات للشباب، احنا في صدد ان احنا بننظم مؤتمر للشباب في يناير ومؤتمر تاني في فبراير للميدل بارش خولير اللي هو بيبقى اجازة الفورير فاكونسي. ففي مؤتمرات شباب دي دايما بننظمها، زائد بنعمل انشطة رياضية للشباب، ايام رياضية، بنعمل زيارات بين اجتماعات الشباب وبعضها. لذلك طبعا مش هنخش بقى في مجال الرحلات والايام الروحيه والخلوات في الدير وكل الانشطه دي كلها الاباء مثقلين بيها وبيقوموا بيها على اكمل وجه، يعني واخده بالك. طبعا في الاعياد الكبيره بنعمل احتفالات خاصه للشباب، يعني بيبقى في حفله مخصوصه الكنيسه، بيبقى في حفله للكريسماس، حفله للباسن كده يعني. بتجينا زيارات كتيرة من بعض الآباء المعروفين، بننظم لهم لقاء مع الشباب. مقدسة البابا جه عملنا له لقاء مخصوص مع الشباب، نيافة الأنبا سيرابيون جه عملنا له لقاء، نيافة الأنبا يوسف في أمريكا عملنا له لقاء، متوقعين في يناير هيجي لنا نيافة الأنبا توماس من القصية هيجي يعمل لنا مؤتمر الشباب، وهكذا. يعني احنا خدمة الشباب دي بالنسبة لنا حاجة يعني مركزين عليها. بنعمل تبادل، يعني مثلا بنروح السويد مع الشباب بتوعنا أو بنستقبل شباب من السويد. كمان خدمة الكورال وخدمات كتير يا سيدنا. تأسيس خدمة الكشافة. الكشافة دي من ضمن الأنشطة الجميلة اللي ابتديناها. والحقيقة أنا مقتنع جدا بفكرة الكشافة، لأنها هدفها أنها تؤهل الشاب أن هو يكون عنده كفاءة في القيادة وفي تأهله للتحمل المسؤولية والعمل الجماعي. صحيح. والكنيسة فيها فكرة الجماعة. صحيح. واخد بالك؟ فالكنيسة مبنية على أساس إن هي مجموعة من الناس، والآباء الرسل كانوا كده، كانوا جماعة وكان عندهم رحلات وكان عندهم نظام كشفي، مش كانوش قاصدينه لكن كان في صلب خدمتهم وكرازتهم. واخد بالك؟ فإحنا يعني موضوع الكشافة ده اهتمينا بيه جدا. والحاجة اللي أجمل إن إحنا ابتدينا النشاط ده هنا في كنيسة العذراء المطرانية، وعند دلوقتي امتد لكل كنائس الأوروشية، يمكن عندكم في فيرينا وكل كنائس الأوروشية. لاحظين برضه يا سيدنا اهتمام نيافتك الكبير بخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة. عايز أقول حاجة، ذوي الاحتياجات الخاصة دولت جزء عزيز وغالي في الكنيسة، ولازم نشعرهم انهم مرحب بيهم. يعني الضعيف والصغير والمعوق لازم يحس ان هو له قيمه في مجتمع الكنيسه. بدل ما المعوق او الضعيف او يحس انه معزول وانه ملوش مكان وان ما حدش بيهتم بيه، لا، ان احنا بنهتم بالكل وبنركز على الكل. والحقيقه احنا ابتدينا الخدمه دي هنا في امستردام من فترة، من يمكن 5 سنين أو 6 سنين أو أكتر، وابتديتها إحدى الخادمات إنسانة مخلصة جدا وأمينة، وهي نفسها كان عندها ابن من ذوي الاحتياجات الخاصة، وبعد فترة ربنا افتكره يعني، فكرست خدمتها إنها تخدم نفس الأولاد اللي في نفس الظروف. ولما أعلننا عن احتياجنا لخدام جالنا 40 خادم وخادمة. وكل واحد من الأولاد دولت له خادم مخصوص يرافقه سواء في القداس أو في المدارس الأحد عشان يستفاد. فلما الأولاد لقوا فيه اهتمام، الأطفال انبسطوا وأهاليهم انبسطت إن بيجوا نهتم بيهم، فبقوا يجوا. الأول كانوا ما بيجوش، دلوقتي بقوا يجوا وينتظموا في الحضور،
ويطلعوا معانا الرحلات. جميل. اه والخادم بتاعهم يطلع معاهم يساعدهم يعني. فدي خدمه جميله جدا وعزيزه علينا، واحنا هنبتدي ندرسها في اعداد خدام، في منهج اعداد خدام حطينا ماده خدمه ذوي الاحتياجات الخاصه. حلو خالص يا سيدنا، شكرا خالص. كنا حابين نيافتك تحكي لنا عن علاقتك مع السيده العذراء. الست العذراء دي يعني ايه، انا خدمتها طول عمري افتخر بهذا يعني، وانا شماس كنت في كنيسه العذراء والملاك في الخلفاوي في شبرا، ولما ترهبنت في دير العذراء البراموس في وادي النطرون، ولما خدمت هنا في امستردام عملنا كنيسه امستردام دي سميتها كنيسه العذراء على اسم الست العذراء. فالست العذراء انا عايش في خيرها وفي حماها ومسنودين بصلواتها وشفاعتها من اجلنا يعني، علاقه قويه. ربنا يخليك يا سيدنا. افضل مزمور الانبا ارساني يرتله بتلقائيه؟ ده سؤال جميل. انا عندي ثلاث مزامير احبهم قوي، احب ارنمهم باستمرار. مزمور اللهم التفت الى معونتي، ومزمور الرب نوري وخلاصي، ومزمور الساكن في عون العلي يستريح في ظل اله السماء. احب اقولهم دايما. صحيح يا سيدنا، احلى حاجه ان احنا نستريح في ظل اله السماء. طبعا الواحد يستخبى، مفيش احلى من ومحبتك يا سيدنا بالالحان التسبيحه والتكوس واللغه القبطيه. التسبيحه ده انا احب التسبيحه جدا واتقن الحانها جدا، واحب ان انا اديها ولا امل ولا اكل منها في كل يوم يعني، ان انا اصلي التسبيحه. ومش قادر انسى ان التسبيحه هي اللي جذبتني للحياه الرهبانيه يعني، لما حضرت التسبيحه في الدير حبيت الحياه الرهبانيه. الالحان القبطيه انا عاشق للالحان القبطيه، اهواها يعني، واحب اسمعها باستمرار واحفظ معظمها يعني، واشترك فيها، احب اقول مع اللي بيصلي يعني. احنا طريقه عبادتنا الارثوذكسيه كده، ان احنا عن طريق التسبيح والالحان يعني زي في المزمور يقول ايه، طوبى للشعب الذي يعرف الهتاف. الهتاف اللي هو الانسان يرنم او يصلي بصوت عالي كده يعني. الطقوس اللغه القبطيه دي يا ده حاجه من الكلتور القبطيه بتاعتنا، لازم نحافظ عليها، لازم نحافظ على اللغه، لازم نحافظ على الموسيقى اللي هي الالحان، واخدين بالكم، نحافظ على التراديتسيس بتاعتنا، ده حاجه تهمنا يعني، تميزنا عن غيرنا، مش كده ولا ايه؟ دلوقتي نيافتك هنسأل نيافتك كام سؤال، نيافتك ممكن تجاوب عليهم برضو، ممكن نيافتك تختار ان نيافتك ما تجاوبش. اول سؤال شفيع نيافتك مين؟ يا ما يعني احنا قلنا الست العذراء دي نمرة واحد، وبعدين القديس موسى القوي نمرة اثنين، وبعدين القديس ابي سيفين نمرة ثلاثة. كفايه ولا ايه؟ كفايه. ازاي سيدنا اخترت اسماء الكنائس في هولندا؟ يعني اسماء الكنائس في هولندا اخترناها، بعضها اختارها الشعب يعني، ما مثلا جينا نعمل كنيسه اوتريخت قالوا لنا احنا بنحب ماري جرجس، طب خلاص ناخد اسم ماري جرجس. بس ماري جرجس لوحده عايز كده يعني وجه نسائي جنبه، وناخد جنبه دميانة، قالوا ماشي ناخد دميانة، يبقى ماري جرجس دميانة. بعض الكنائس التانية كان ليها قصة يعني، كل حاجة كان ليها ظروفها يعني. كل حاجة كان لها قدسها يا سيدنا المباشر بيها. مثلا يعني. اهتمام نيافتك يا سيدنا بالعلاقات والمؤتمرات المسكونية بين الكنائس وبعضها؟ احنا بنهتم هنا في هولندا بالعلاقات المسكونية المحلية. اصل العلاقات المسكونية دي على مستويات، مع الكنائس الكبيرة دي في المجمع المقدس فيها ليها لجنة. احنا هنا بنهتم ان يبقى لينا علاقة طيبة مع نمرة واحد اخواتنا الارثوذكس اللي زينا، اللي هم دول عيلتين، اللي هم الاسترس ارثوذكس اللي هم الريشش والخريكس، والاورينتال ارثوذكس دول اللي هم السيريس والارمينسا والاثيوبيرز والاريتريز.
كيركن. فدول لنا علاقات طيبة جدا معاهم، بنزور بعض، في تنظيمات إدارية بيننا وبين بعض يعني وكده. أضف إلى هذا لنا علاقة طيبة جدا مع البروستانت ومع الكاثوليك في هولندا. الكنيسة الكاثوليكية في هولندا خدمتنا خدمات كتيرة، وفي بلجيكا كمان خدمتنا خدمات عظيمة جدا يعني. الحقيقة احنا لا ننكر الدور اللي ساعدتنا به الكنيسة الكاثوليكية. اشتراك نيافتك في الدراسة الكبتية في الجامعة الهولندية؟ احنا لينا علاقة قوية جدا بالقسم القبطي والمصري في جامعة ليدن، وعلاقة قديمة وقوية، ويعني بنشترك معهم في أنشطة عديدة وبنستفاد منهم. بيجوا الدكاترة الأساتذة يجوا يساعدونا هنا في الاجتماعات الخدام وفي المناسبات بتاعتنا ويدعمونا ويساعدونا، وبيحرصوا على أننا نشترك معهم أيضا في مناقشة رسائل الدكتوراه اللي بيقدموها في الدراسات القبطية يعني كمندوب عن الكنيسة القبطية. يعني أنا ماليش في الدراسات، بس يعني كرمز للكنيسة القبطية، حضور للكنيسة القبطية في ال... فعملنا مع بعض شغل جميل جدا، واستفدنا استفادات كتيرة جدا من علاقتنا بالقسم الدراسات القبطية. إيه الاهتمام خدمات المرضى وخدمات السجون وخدمات اللواجين؟ شكرا. المريض والمسجون واللاجئ دول أكتر ناس قريبين لربنا وأكتر ناس محتاجين لربنا وأكتر ناس تثمر فيهم الخدمة. يعني المريض بيحتاج يعني أنه يحس أن الكنيسة قريبة منه، وأنا شخصيا لما بحس مع أن حد عيان بسيب الشغل اللي في إيدي وأروح جري أسأل عليه وصلي له وارشمه بالزيت وودي له ثقة في نفسه أن ربنا هيقف معاه. برضو للمسجون، قعدت سنين طويلة أروح السجن بنفسي أزور الأفتبة. طبعا ما عندناش كريمينالز، ولكن عندنا اللي هم اللي خالة اللي هم اللي معهمش أوراق الإقامة، يعني الناس اللي عايشين ناس من غير ورق كده. وإحنا حاليا بنسعى أن إحنا ناخد حق أن يبقى فيه كاهن أرثوذكسي في السجون الهولندية. ساعتها يبقى في حد باستمرار موجود يسأل على المحتاجين يعني وكده. فطبعا الخدمة دي عظيمة جدا ومهمة جدا، وبنهتم بيها فعلا لأنها موضوع جميل جدا للخدمة، مهم خالص يعني. رعاية نيافتك لإخوات الرب وبالأخص الإخواتنا في مصر؟ احنا بنهتم برضو كمان بمشروعات التنمية في مصر. على مدى السنين تبنينا كذا مشروع لتنمية القرية في قرى الصعيد بالذات، بنحتاج ان احنا نساهم في تطوير القرية وتنميتها والارتقاء بمستوى الأقباط فيها عشان يعيشوا حياة كريمة سليمة، يتمسكوا بإيمانهم، ما يضعفوش وما يدعوش مننا. احنا حاليا متبنين مشروع في قرية الزواتنا اللي هي تبع إبرشية جرجة في محافظة سوهاج، وبندعم القرية دي في سبيل ان احنا نطورها وننمو بشبابها وأطفالها والناس اللي فيها، بنطور لهم حياتهم إلى حياة أفضل. تعيش وتعمر يا سيدنا هنا وفي كل حتة يا رب. احكينا يا سيدنا على تعاون نيافتك بالكنيسة الأثيوبية والإريترية. احنا بندعم الكنيسة، احدى فروع الكنيسة الإريترية هنا في هولندا، بنرعاهم بنساعدهم، رسمنا لهم احد الإخوة في درجة الكهنوت، وبالشمامسة رسمنا مجموعة من الشمامسة، وبنتابعهم ونهتم بيهم ونسأل عليهم وبنساعدهم في كل احتياجاتهم، يعني بندعمهم كأنهم حاجة مننا يعني. ربنا يخليك لينا سيدنا. أحكي لنا نيافتك عن موقف ظريف مع الشمامسة الجداد. تملي الشماسة ما يكون جديد لسه بيبقى يعني مش متعود على الخدمة وكده، فبتحصل منه مواقف طريفة.
مرة شماس يعني، قلت له هات لي الشوريا. فكنا بنشيل الشوريا بره الهيكل عشان البخور وكده، فجاب الشوريا وراح رشم الصليب على درب البخور وراح حاطط معلقة بخور في الشوريا. قلت له طب ما انت عملت، ما انا اعمل ايه طيب؟ ومرة تانية شماس جديد برضو، وبعدين خلصنا الصلاة خالص وبنختم، وليه مثلا أمين الليل يا زوج سابتري في آخرها بقى، قبل ما أنا أقول أي حاجة بصيت لقيت هو راح طلع عليه خريستوس بنوتي. قلت له طب امال انا هقول ايه طيب، انت قلت كل حاجه. هما بيتعلموا من نيافتك يا سيدنا وبيسمعوا بيتعلموا. سيدنا كنا عاوزين نصيحه من نيافتك لكل من اول حاجه الاباء الكهنه. انا بطلب من الاباء الكهنه انهم يتمسكوا بالتقاليد القبطيه والطقوس القبطيه الجميله واللغه القبطيه الحلوه، الموسيقى الحلوة بتاعتها والألحان والتسبيحة، ويعلموها للناس. الشمامسة والخدام يا سيدنا، بأطلب منهم مزيد من التضحية وتقديم الوقت للخدمة. نصيحة لكل الشباب. الشباب شبابنا حلوين، يتمسكوا بربنا أكتر و يحافظوا على نفسهم أكتر ويعيشوا في طهارة وفي عفة وفي نقاوة، وربنا يحفظهم ويسندهم ويكون معهم. سيدنا في النهاية بجد بنشكر نيافتك على تعبك وعلى وقتك الثمين اللي بتديهولنا، وباسم كل الشباب طبعا مش هقدر أقول باسم أبونا العفو يعني، بنشكر نيافتك يا سيدنا على الوقت الجميل الثمين اللي نيافتك بتديهولنا. مرسي يا نشوى، شكرا لتعبك ولمجهودك، وشكرا لزيارتكم الجميله يا اخوه، وشكرا لابونا شنوده اولا واخيرا يعني، ودايما نلتقي بيكم في مناسبات حلوه ان شاء الله. متشكرين خالص. شكرا يا سيدنا. شكرا.